قاعد عجوز ببيته 31/5/2012 حرمة كبيرة عمرها 80 سنة لا بيدها بندقية ولا بيدها سلاح ولا بيدها شيء ضربوها الله يضربها إن شاء الله يا رب الله يضربه ضربوها بقذيفة الله يضربه ضربوها بقذيفة الله جعله قذيفة إن شاء الله يا رب بالليل وبالنهار اللي ضربه بالليل وبالنهار اللي ضربه يا رب جاء محمد كل نهار أكثر من 50 قذيفة عم تضربوا الله يوفقه يا رب خلونا ننام الليل ما عم يحرمونا نوم الليل أهل الشهيدة خديجة بيطار خديجة البيطار خديجة البيطار الله يرحمها حرمه عمرها 80 سنة لا بيدها بارودة ولا بيدها سلاح ولا بيدها دبابة ولا بيدها شيء طلعت انهزمت لك انهزمت بدها تطلع على بيت الجيران هي تركض وين أنا لاحقينا برصاص خذينا على بيت الجيران إلا الله أحسن شيء الله معانا ما حد معانا غير الله الله يقرف عمره إن شاء الله لبشار الله يقرف عمره الله يباني بأولاده يا رب إن شاء الله ضربت من غامض علم الله شو بدنا نحكي هذا الحكي لا إن الله أحسن شيء لذريته ولا كل شيء بيقربه لكل العلوية كم ولد عندها؟ عندها 5 6 واحد ميت وعندها 4 طيبين وعندها 4 بنات وما لها غير الله يا عجوز الصابرة ما لها غير الله تحميها يا ربي يا ربي ولا القذائف اللي عندها الجبال عم تنزل علينا يا رب اسمع القذائف اسمع شلون نحن على المقبرة والله على المقبرة على المقبرة يا الله والله على المقبرة اسمعوا بيدانكم يا عالم يا شعب يا بشار اسمع لبشار شلون عم نسوي ما انضرب اسمع نحن بالمقبرة عم يضربوا علينا ما لناوي جنازة بالقذائف وبالبواريد وعم يضربوا عم يطيروا علينا بالبواريد نحن عم نركض هنا بالحقونا إن الله أحسن شيء هدفوا بيوتنا سرقوا أغراضنا ما خلونا شغلة ما خلونا شيء نرتكي عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك يا بشار 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 إن الله أحسن شيء شلون عم يسيب هالعباد يا رب يصيب اولاده هالشكل يا رب يا رب تنتقم منك يا رب تاخذ حق النسوان وهالاولاد والاطفال والشباب يا رب منه امين يا رب يا رب دخيلك تاخذ حقنا منه يا رب شلون عم يسيب هالاطفال يا رب امين يا رب